صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات الناقلة للبترول، وتم قطرها بواسطة قطرة الهيئة. وأوضح الفريق ربيع أنه من المقرر أن تستأنف الملاحة وتستأنف السفينة عبورها بالقناة فور إصلاح العطل، مؤكدا على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة. هذا وتشهد حركة الملاحة بالقناة اليوم عبور 60 سفينة في الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها يصل إلى 3.5 مليون طن.